كيفكم؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم احنا بلعبة بي كي اكس دي، واليوم جايز طبعا راح اعمل لكم فكرة كثير حلوة وزمان انا استناها، طبعا مو الكل طلبها مني لكن جايز الاغلبية منكم وبعض منكم طلب مني هاي فكرة هاي الفيديو. زي ما شفتوا جايز بالعنوان عن الصورة مصغرة، اليوم رح فرجيكم كيف تخلون حيوانكم الاليف يكبر باسرع وقت. يعني كذا هو هلا مرة صغير لكن بصير كثير كبير، يعني كذا كيف تكبروا وتخلوا حيوانكم الاليف يكبر بسرعة. واليوم بحيوان الكريسماس الجديد. Oh my god. اوكي، فقبل ما نبلش هذا الفيديو ونشوف كيف رح نعمل كل شيء، لا تنسوا انكم تشتركوا بالقناة وكمان حطوا لايك يا جماعة. قبل ما نبلش هذا الفيديو كمان يا جماعة حابة لكم هذا الاشي رح ياخذ مني تقريبا دقيقة مشان لكل الشغلة، فأول حل بهيك بسرعة. سنة سعيدة يا جماعة وكل عام وانتم بألف ألف ألف خير علينا وعليكم بالصحة والعافية، وإن شاء الله هاي سنة 2021 تكون مرت عليكم سنة حلوة وكذا تكون صارت فيها كثير أشياء حلوة، وكمان إن شاء الله سنة 2022 يعني تجي، يعني هلا جات، فإن شاء الله تكون هالسنة أحلى ويكون فيها أوقات حلوة و تصير فيها أشياء جديدة، أشياء هيك تلتقوا بأشخاص بتحبوا، ما بعرف يعني، المهم يعني كذا إن شاء الله تصير يعني هالسنة حلوة ومع أصحابكم وعائلتكم وكل شيء. وبس يا جماعة أنا صراحة مرت سنة 2021 كثير حلوة لأنه حققت فيها أحلام، بعض من الأحلام تبعي اللي هني وصلت لمئة ألف مشترك وعملت الشيرت تبع القناة اللي كان نفسي أعمله، يعني هذا مو حلم كبير لكن المهم، وكمان حصلت على الدرع الفضي اللي ولا يوم صراحة تخيلت إنه بوصل له، وكمان توثقت القناة تبعنا هلا توثقت عند اليوتيوب، و كمان يا جماعة هيك بس، وكمان يا جماعة صاروا كثير لحظات حلوة بيكيكست بألعاب ثانية، التقيت بمتابعين جدد يعني جداد على القناة هالسنة، وعملت لايفات عم بتذكر لكل اللحظات اللي صارت، كمان جايز يعني لما غيرت المدرسة والتقيت برفقات جداد وكل شي، ف وكمان بتذكر جايز اخر يوم تبعي بالمدرسه القديمه مع البيست فريند تبعي وكل شيء. يا جايز سنه 2021 مرت بسرعه. او ماي جاد، على فكره لو فوتوا على قناتي شوفوا عملت فيديو اسمه ترند باي 2021، بتلاقوا حطيت فيه كثير لحظات من حياتي اللي صارت، مو من حياتي لا من 2021، يعني لحظات صارت لي ب 2021، طبعا هذاك الفيديو عملته بسرعه فما حطيت كل اللحظات لكن طلع الفيديو كثير بجنن، فروحوا شوفوا كمان، شوفوه يا جماعه الانستا نزلته هنيك بالصوت الحقيقي انه باليوتيوب ببلع كوبي رايت وكذا. المهم جايز انا خليني نبلش هذا الفيديو، اعتقد مره اخذ مني هذا الشيء وقت عشان ابارك لكم السنه الجديده وكل شيء. سنة سعيدة ومبروك عليكم هالسنة الجديدة. بس والله كل شيء جايز قلت لكم اياه بالبوست بالانستا كل شيء. المهم هلا مشان ما اطول عليكم اكثر خلي انه نبلش. طبعا اول شيء طبعا هذا الحيوان اسمه بوري 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 بوري، المهم كثير كثير حلو بوري، ما بعرف لكن قولوا لي جايز شو رايكم بهذا الاسم، كان بدي اسميه بوبي لكن قلت هذا اسم كثير مشهور فبدي اخذ اسم مميز زي جيكو كيكو، هذاك عن جد اسم كثير مميز يعني اعتقد ولا حد فكر فيه، ما بعرف لكن الشخص الاول اللي بسمي حيوان اللي في اعتقد بس. المهم هلا جايز رح فرجيكم كيف تعتنوا بالحيوان كثير منيح، يعني بسرعه بسرعه. اول شيء لما بيطلب منكم شغله لا هيك يعني روحوا على اقرب مكان، مثلا كنتوا كذا بالمدينه عم تتجولوا وكان البيت شوب قريب منكم فروحوا جايز على البيت شوب، واذا كنتوا انتوا بعاد بمكان البيوت فلازم جايز ضروري بكل بيت يكون موجود اشياء تبع الحيوانات الاليفه، يعني لازم تكون غرفه مخصصه لاشياء الحيوانات الاليفه، الاغراض تبعهم الشرب الاكل كل شيء.
بهذا الفيديو ماني متأكدة إذا هذا رح يكبر، لكن رح أحاول أن أعطيكم أكبر عدد من النصايح. إنه هلا أنتوا جايز كتير ركزوا معاي، مثلاً هو هيك طلب شغلة وأنا بالمدينة فبعطيه من هون. أما بالبيت فزي ما قلت لكم لازم تكون غرفة مخصصة بمكان الشرب، الأكل، النوم، الدش، كل شيء خاص بس هدول. النوم والشرب، ويت، الشرب والأكل والدش الشاور وش اسمه والنوم، يعني أربع شغلات هدول الأشياء لازم يكونوا موجودين بغرفة. لازم ضروري 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 إذا كان عندكم حيوان أليف، حتى لو ما كان عندكم لازم تحطوه، لأنه في ناس بتجي بتزور بيتكم وفجأة حيوان الأليف بيطلب شغلة، فلازم أنني يلاقون هذا الأشياء ببيتك. ما عرفت فهمتوني، لكن لازم ضروري أنكم تحطوا هدول ببيتكم. فيا هلا يا جماعة هو كان بده يشرب فعطيته يشرب، فطبعا بيزيد هيك شوي من الليفل تبعه، ليكو بيزيد شوي من الليفل تبعه. ولما بيكون كذا ما بيطلب ولا شيء بتروحوا بتلعبوا شغلة، مثلا بعطيكم شيء، مثلا بتلعبوا كريزي ران او بتلعبوا هاي تجميع الفواكه. فانا رح العب جايز تجميع الفواكه، اوكي بلعب، ويت بلعب تجميع الفواكه، لا كمان هون عملوا واحدة جديدة، إيه لا وي 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 المهم طبعا هلا رح نروح على الفروت، مكان فروت، فروت كاست. فايا طبعا هون فيكن كمان تلعبوا هون بالفروت كاست، فلما انتو بتلعبوا حيوانكن أليف بيكبر بتعرفوا، فلازم طبعا تطلعوا معكن الحيوان أليف، يعني هو بيلعب معكن يعني بيتحرك بيمشي فبيكبر كذا بهالعملية بيكبر. يا طبعا بدي أخبركم بسرعة إنه كان بدي إني أوزع لكم هدايا تبع رأس السنة، لكن للأسف صار معي صفر فكثير حاولت، لكن لا تخافوا رح أخبر الشركة بهالأشياء وأطلب منهم مشان يرجعوا لي، يعني هيك مشان بدي اني ابعت لكم هدايا. ويا جايز عن جد بدي اني ابعت للمتابعين هدايا بمناسبه راس السنه، انه وات يعني جايز طول هاي تحديث الكريسماس عم بعطي لمتابعين هدايا، لما وصلنا لراس السنه ما لقيت عندي ولا واحد، او ماي جاد نطول رح نجمع فواكه، لما بخلص برجع لكم مشان افرجيكم لكل حيوان اليف كمان يعني بيتعب معي فهمتوا. وهلا بقول لكم جايز بسرعه نصيحه، انه خلوه جايز يلعب معكم كذا اشياء، مثلا فروت كاست يلعبها معكم كثير مرات فليكو شو بصير معه. اول شيء بيكبر، يا بيكيكستي لما بيلعب معك حيوانك الاليف بيكبر، وكمان كل ما بيلعب هو بيجوع وبيعطش وبيصير نعسان وكل شيء، يعني لما انتو قاعد بتخلصوا خلص هيك بيكبر شوي بالليفلز اللي بعطوك، فرح يكون هو جوعان بتعطوه ياكل كمان بيزيد ليفل، يعني بتضربوا عصفورين بحجرة عرفتوا. المهم اذا لاحظتوا انه هالمقولة تبع بتضرب عصفورين بحجرة صرت كتير عم قولة بالقناط. يس وهلا رح نجمع الفواكه والخضار. ليكو جايز طبعا هلا مثلا حيواني الأليف وأنا عم بلعب صار بده حنان، فهلا ما بقدر إني أحمله أنا عم بجمع، شفتوا جايز يعني هو كذا بيلعب قاعد عم يلعب، فليكو زي ما قلت لكم لما بيلعب فهو بصير بده حنان، بصير بيعطش، بصير بيجوع، بصير كل شيء يعني. سو هلا جايز رح نخلص هاي، يلا 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 لازم نخلص جايز بالوقت، يلا 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 مشان يعطونا الليفلز تبع الحيوان الأليف. يلا ترى لا تلوموني اللعبة بتعلق، ها لوموا اللعبة مو أنا. أكبر تشوفوا معنا جايز ليكو، أو ماي جاد حيوان ألف زي ما شفتوا كذا زاد بالليفلز، شفتوا بيزيدوه الليفلز أكثر، أو ماي جاد زي ما شفتوا. وهلا بعد ما اعطوه ليفلز بمجرد انه لعب صار بده حنان، فانا اللي رح اعطيه حنان وليكو، كيوت كثير بحب ليكو، وكمان اعطيته حنان ليكو زاد بالليفلز كمان، او ماي جاد اعطوني شغله، او ماي جاد او ماي جاد واو. يعني جايز لما انتم بتعطوا الحيوان الاليف بعطيكم شغلي، او ماي جاد جايز طبعا تبعوا هالطريقه مشان تكبروا حيوانكم الاليف. شكرا على الهدايا،
والله اوه شكرا. بدي اعمل جايز فيديو مخصص عن اني اشكر متابعين، وبدي بعمله بوجهي يكون على شكل فلوج، ما ادري جايز بدي اعمل شي فلوج على هالقناة. خبروني شو اللي بدكم تشوف، بدكم فلوج تبع ايش؟ تبع يوم عادي، تبع يوم مدرسة، get ready with me، ولا ايش بدكم؟ يس، او العاب كمان، شو الالعاب اللي بدكم يعني العبها؟ المهم طبعا جايز هدول اللي خبرتكم يوم، هدول النصائح اعملوهم مع الحيوان اللي مثلا هلا هو ما انه طالب اشي، ما بصيروا هيك بتستنوا شو يطلب منكم، لا روحوا العبوا ابذلوا جهد خلوه يتعب، لانه لما بيتعب رح يصير جوعان وعطشان وبده حنان ونعسان وكل شيء، وكمان لما بتلعبوا هو بيكبر، فان هو بيلعب وهو بيكبر وبيجوع وكل شيء، فيا زي كذا جايز ما قلت لكم، فكذا والله رح يكبر بيومين يعني، بس كذا يومين تصيروا عم تعترف بيقدر جايز يكبر حتى بيوم واحد اعتقد، ما بعرف لكن هيك فكبروا ان شاء الله جايز ليكو. هلا صار نعسان، فهلا مو لانه صار نعسان خلص بتترك اللعبه وكل شيء بتروحوا بتنعسوه تخلوه ينام، لا جايز كملوا اللعب تبعكم عشان يتعب اكثر ويطلب شغلات اكثر، وكمان لما بتلعبوا بتخلصوا بيزيدوكم ليفل تبع الحيوان اليف. يا هدول نصائحي وبس جايز، طبعا اعتقد اللي هيك رح نخلص على الفيديو، كثير جايز كان الفيديو حلو عشان انا كثير بحب هدول الفيديوهات تبع الحيوانات اللي شو عم احب اني اعتني فيهم. كمان غيرت بيتي نسيت، مشان القصة نسيت يا جماعة، هون عندي مكان للنوم، لا تخافوا رح ارجع كمان غرفة تبع الحيوانات الاليفة، لانه جايز هون كنت حاطني مكان تبع الاعتناء بالحيوانات الاليفة، هون بالضبط، لكن مشان انا هيك بدي صور فيديو بدي قصة عشان كل شيء، وعملت هالكنبي نسيت شو كان عنوان هذاك الفيديو هالقصة تبع ايش، لكن المهم قصة انه انا مدمنة حيوانات اليفة. المهم جايز بس هيك رح نخلص هذا الفيديو، اشتركوا بقناتي كمان حطوا لايك، وسنة سعيدة مرة ثانية وثالثة والمرة المليون. المهم بدي لكم اياها كثير مرات، وكل عام كمان وانتم معاي، بس بحبكم كثير كثير كثير، وي بدي اعمل حركة باي، المهم باي.